نتاج مو منظم، مو على قد الطموحات اللي كان يرغبها الشارع، نتاج مخجلة اللي هو ممكن زودوا نسبة قليلة على الميزانية اللي تخص محافظة المثنى، لكن هذه الميزانية خجولة، والعفو المساعدات خجولة، أو الخطوات اللي تثبت بأن جدية الحكومة بمعالجة الأزمة ومعالجة هذا الوضع كانت خجولة جدا ومو قد الطموح اللي يطمح له الشارع. لا سيما هو أهم مطلب هو القضاء على الفساد. القضاء على الفساد يعني يأتي من خلال محاربة الفساد، وأول خطوة حتى تحارب الفساد تحريك القضايا في النزاهة، في مؤسسة النزاهة، وأغلبية القضايا موجودة ولا يتم تحريكها. طيب، في ظل كل ما تقدم دكتور، كيف يمكن قراءة واقع التحديات السياسية الاجتماعية الميدانية حتى في المثنى والمناطق المحيطة بها؟ أكيد التحديات صعبة، احنا لا ننسى المشاكل اللي تخوضها حاليا، هاي مو مشاكل حديثة، مشاكل منذ تأسيس الحكومة 2003، يعني منذ السقوط لحد هذه اللحظة، المشاكل مو وليدة اللحظة، فأكيد ما راح يتم معالجتها بصورة صحيحة ولا بصورة سريعة، لكن خف الضغط عن خف تخفيض الضغط عن الشارع ينتج من خلال شغله معينه اللي هي جديه تحرك الحكومه في هذا الملفات مشاكل البلد. لحد هذه اللحظه لا توجد اي جديه من خلال الحكومه بحل مشاكل هذا البلد، حلول ترقيعيه، حلول فقط لاسكات الشارع لمده معينه، لكن اي نتيجه، اي حلول رئيسيه لا توجد.